بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. نحييكم دائما ونجدد لكم هذه التحية الثالثة من انطلاقات هذا اليوم الجميل، انطلاقات هذا اليوم المميز، انطلاقة سنة اللقاية مع الإبكار أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل، فالباب مفتوح. الله، المركز الأول هناك اللي هي بلشة، في المركز الأول سالم بن بخيت بن رشيد الاجتمي، النقل على الشاهنية هجري ندي الشبا، أيضا سالم بن سعيد، يلا يا سالم. ثلاث مراكز هناك اللي يسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري مع الهبيبة، وفي المركز الرابع هناك المستعلي بن سعيد بن سالم بن سالمين النعيمي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس أتت سلهودة اللي يسموه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس أشوف في هذه اللحظات هنا عوايد محمد بن حمد بن سالم الشبي، نقلتنا إلى المركز السابع شعار بن رفيع أيضا حاضر هنا مع هذه الانطلاقات. ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز على أرضية هذا الميدان جبار، مطر بن عبد الله بن مطر بن محمد بن رفيعة الفلاسي، وفي المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات نجدة عبد الله بن علي بن واز، وفي المركز التاسع أيضا أتتنا هناك لمحة جاسم القبيلي بن نخرة المحاربي، وأيضا عاشر مراكز الشاهينية هناك هجن ند الشبه سالم سعيد في التضمين. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان عنوان لهذه الانطلاقات الموفقة، بقول الانطلاقات الجميلة، الانطلاقات المميزة هنا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أيضا هناك أيضا هناك الانطلاقات مستمرة، الانطلاقات مستمرة، والكل ما شاء الله حاضر، الكل حاضر، الكل يتابع، كل ما هو صغير كل ما هو كبير في 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 هذه الانطلاقات، بسميها انطلاقات الطي، انطلاقات الطي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز. عودة من جديد إلى المركز الأول، عودة إلى الهبيبة، ما شاء الله في مقدمة هذا الانطلاق لما سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، هناك البلشة في المركز الثاني سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثالث أيضا أتت وحلت ثالث المراكز هناك سلهودة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم، وفي المركز الرابع أيضا النعيمي حاضر مع المس سعيد علي بن سعيد بن سالم سالمين النعيمي، وفي المركز الخامس الشاهنية هجنة شباب سالم بن سعيد. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، كما عودناكم كما عودناكم نوافيكم في كل صغيرة وكبيرة في هذه الانطلاقات في هذه المرحلة الثانية. يا سلام، بلشة بلشة وسلهودة والهبيبة، وأيضا هنا في هذه اللحظات المس كلهن تقريبا في موقع واحد، كلهن في موقع واحد، كلهن في موقع مميز، ولكن بالرشيد 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 أيضا هناك من حزيم من الجانب الآخر، وأيضا بالحميري، الكل ما شاء الله حاضر، الكل ما شاء الله حاضر، ولكن الأمنيات الجميلة، الأمنيات المميزة هي دائما في المركز الأول، هي دائما المركز الأول، الكل يطمح، الكل يمني النفس بأن يبقى المركز الأول. سلهودة 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 التي تسيطر على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم بن الفلاسي، أيضا بو محمد حاضر، بو محمد حاضر في كل صالاتنا وجولاتنا سواء في هذا الميدان أو غيره. المركز الثاني بلشة سالم بن بخيت بن رشيد، المركز الثالث للهبيبة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميني، ورابع المراكز هناك الله، شوف اللي قادم، شوف اللي قادم، وصل مختار، وصل مختار مع الشامخة لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد، أيضا مختار بن أحمد في التضمير، في التضمير الشهنية خامسا من هجري ند الشباب سالم سعيد في عملية تضميرها. الله يا سلهودة، سلهودة غادرت
غادرت عبرت حدود هذا الكيلو الأخير وسيطرت على المركز الأول وسيطرت على مقدمة هذا الشوط. يلا يا أبو محمد، يلا يا أبو محمد، ما بقى من الكثير إلا القليل، ما بقى من الكثير إلا القليل. 400 يا الشامخة، يا الشامخة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولكن سلهودة صامدة، سلهودة صامدة، سلهودة صامدة. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، شوف التسلل، شوف التسلل. الله، للمرة الثانية، للمرة الثانية، للمرة الثانية. سلام لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد والتهاني. شكرا. دائما نقول للمختار، يا مختار يا مختار، دير بالك من الشامخة، دير بالك، حط عينك عليها. المركز الثاني سمو الشيخ مكتوم سعيد بن حمدان راشد مكتوم. المركز الثالث أيها الإخوة هناك لهجن نادي الشباب ورابع المراكز. المركز الخامس أيضا دمع علي بن محمود بن محمد بن حبيب الرضا. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، 6 دقائق 2:57 جزء من الثانية.